قال رحمه الله: لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضحه. ظهر أول البدع ظهورا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة الخوارج، أول الفرق. لكن لو تتأمل وتنظر كيف كان الخروج، مهم جدا والله. أول خروج كان بالسيف، لا، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا يمكن يأتي خروج بالسيف إلا ولا بد يسبق خروج باللسان. أول خروج كان على النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الخويصرة. بماذا؟ بالسيف؟ لا، باللسان. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا قاعدة عند الخوارج: الخروج أول ما يكون بالسيف؟ لا، يكون باللسان. ولهذا يوجد شروط. إنسان ذهب نسأل الله عليه السلام من الخوارج، أول سؤال، أسئلة عندهم في المقابلة الشخصية، أول سؤال ما هو؟ تكفر فلان؟ من فلان؟ حاكم هذه البلاد. سبحان الله، هذا خرج وذهب إلى دولة أخرى، قال لماذا أكفر هذا؟ قال لابد تخرج بلسانك، إذا خرج بلسانك يخرج بالسيف. وأول قلنا لكم ما تبدأ المخالفة تكون صغيرة، يقطع الإشارة، أي نعم، يخالف في بعض الأمور شيء فشيء، يعتاد على الخروج على السلطان، ثم بعد هذا يكون الخروج الأكبر. إذن يخرج باللسان، يخرج بأمور صغيرة، اختلاس، كذا، قطع إشارة، الله يغفر لنا يا رب. تعود نفسك على الطاعة في المعروف، قطعنا الطاعة، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال اعدل يا محمد، هذه العلامة الثانية عليه الصلاة والسلام. كلمة حق يراد بها باطل، لو تسمع، لا تسمع، لا تسمع لكلام الخوارج. لماذا؟ لأن الظاهر في كلامهم حق، لكن الباطل أبطل الباطل. يقول اعدل، العدل كلمة حق يا محمد. سبحان الله عليه الصلاة والسلام. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كلمة حق يراد بها باطل. إذن الكلام معسول، كلام جميل، الجهاد وأهل الإسلام وكذا وكذا، طيب هذا الكلام صحيح، لكن ما العلاج؟ ما الطريقة؟ الطريقة قال نعم، هم يقول أن أهل الإسلام الآن يقتلوا وكذا، صحيح، ما العلاج؟ قال العلاج والحل نفجر المساجد، والعلاج نقتل أهل الإسلام ونترك أهل الكفر. نعم، والعلاج أقتل والدي ولا بد وأقربائي الذكور، أما النساء أسلمهم لهؤلاء. نعم، هذا العلاج، هذا الواقع. كلمة حق يراد بها باطل. طيب أبايع من؟ إبليس. تبايع إبليس؟ نعم. أبايع من؟ إبليس. ما تصدقوا. طيب أنا عندكم الآن، تبايعون؟ شوف يضحك الشيخ، يعني يقول أنت تهزأ؟ لعب هذا؟ أي واحد يخرج وبايع؟ إذا بويع لخليفتين قال فاقتلوا آخرهما، أي واحد يخرج يقول أنا أمير المؤمنين وبايع؟ إذن يخرج الدجال صلى الله عليه وسلم ويبايع.